اختار. هو ده محروس بتاع اسكندريه في السواق؟ اه هو وصل لحد عندي. تفتكر عايز ايه ده؟ بس انا شكلي شغال طاير مش هيعرفني صح؟ مش هيعرفك؟ هو جاي هنا ليه؟ هيبلغ البوليس؟ حتى لو حصل احنا ما عندناش مشاكل. احنا ما عندناش مشاكل، احنا ما يهمناش صح؟ صح. خلاص قابله انت، قابله انت. قابله انا بصفتي ايه؟ اعرض عليه فلوس كتير، اديله اي حاجه عايزها. مشيه. ما ينفعش اقابله، اقابله بصفتي ايه؟ انا ممكن اقابله لو انت هتبقي قاعده في المقابله. ما تعرضيش عليه فلوس كتير عشان ما يطمعش فينا، وهتتعاملي على انك داليا نور مش الست اللي هو اتجوزها. انسي عسليه دي تماما. انا داليا نور. انا مش زينب. انا مش عسليه. استر يا رب. عسليه عايزه مخدرات، دماغي هتتفرتك. مفيش حاجه، مفيش حاجه، مش كفايه الاكل الصايص اللي بتجيبهولي. علي ما بيحبش الاكل اللي مسبك. انا هطبخ لك، هطبخ لك كل الاكل يا اخويا اللي بتحبه. انما راشد انا مش هطبخ لك حاجه ابدا. انا هجوعك، هخليك تجوع وتموت. انت يا عسليه يا خدامه يا واطيه يا ولاد الكلب، افتحوا يا ولاد الكلب. عايزه اخرج، عايزه اخرج. دخلولي. تقدر تستنى بره. انت مين؟ وجاي هنا عايز ايه؟ ليه؟ عملت فيا كده ليه يا زينب؟ ممكن تشرح لي انت عايز داليا هانم في ايه بالظبط؟ ساكت ليه يا جدع انت؟ ما تتكلم وتخلصنا. انا ما اذيتكيش في حاجه، بالعكس انا حبيتك، امنتلك على حياتي وعلى فلوسي. عملت فيا كده ليه يا زينب؟ واضح ان في لبس في الموضوع. من فضلك ما تتكلمش دلوقتي خالص. أنا قعدت كتير أقلبها في دماغي، ما لقيتلكيش عذر واحد. تكدبي عليا يا زينب وتخليني أتجوزك وأنت على ذمة راجل تاني، وبعدها تروحي تتجوزي واحد تالت. إيه الفجر ده؟ محروس انا كان لازم اهرب.
كوثر هددتني انه هي كانت هتفضحني. سرقتيني ليه؟ والله ما كان قصدي اسرقك. انا ساعتها كنت تايهه ما كنتش عارفه اتصرف، واخدت الشنطه فاكره ان انا هامن نفسي عشان ما نمشي تاني في الشارع زي ايام ما جيت لكم. ولما دخلت القطر وفتحت الشنطه ولقيت ان اللي فيها كان كل اللي حيلتك، ذهبك وفلوسك. زعلت قوي من نفسي، انا ما كنتش عايزه اسرقك والله. منك لله، بعد اللي عملتيه فيا ما بقتش اثق في حد، بقت كل الناس في نظري غشاشين وحراميه وكدابين بسببك. خلاص نتكلم على المكشوف. الذهب والفلوس اللي خدتهم منك ده ليه؟ كانوا كام؟ داليا ساعتها كان اسمها زينب. كام؟ هو انت بتسالني ليه يا استاذ؟ انت تديهم لي 2 مليون جنيه. يا محروس انا عايز اعوضك على اللي خدته منك 5 اضعاف. انت في يوم من الايام كنت البني ادم الوحيد اللي عاملني معامله حلوه. انت جنان جنان ولا ايه؟ اوعى اوعى انت سيبه يا مختار، سيبه. انا هبلغ عنك البوليس. بلغ البوليس، يلا هات البوليس دلوقتي. الهاني محكوم عليها ب10 سنين في القضيه بتاعتي، سرقه وتزوير ونصب. هات البوليس. انت غبي. الست دي اسمها داليا نور، سيده اعمال كبيره في البلد، محدش هيصدقك. تليفون واحد هتتحبس، ولا تحقيق ولا قضية ولا نيلة. اعقل وفكر قبل ما تتهور. انت ليك حقك وهتاخده. 2 مليون؟ 10 مليون يا محروس. انا عارفة ان انا غلطت في حقك، وان مفيش حاجة اقدر اعملها عشان اعوضك على اللي انت خسرته. أنا متأكدة إنك بني آدم طيب، وفي يوم من الأيام كنت بتحبني زي ما أنت بتقول، بس ما تخلينيش أأذيك تاني يا محروس. هتمضي وصولات أمانة بضعف المبلغ عشان نضمن إن أنت مش هتتغابى بعد كده. افتحوا يلا للكلب، عايزة أخرج. ايه السريخ ده؟ انتوا بتعذبوا الناس هنا ولا ايه؟ افتحوا يلا للكلب. قلت ايه؟ عايز اخرج. انا الالم والوجع اللي شفته ما يقعدنيش عنه ملايين الدنيا، بس انا موافق. مش عايز اشوف وشك تاني في حياتي. ربنا ينتقم منك. هفضل ادعي عليكي ليل ونهار يا زينب. ربنا ينتقم منك عشان انا ما عملتلكيش حاجه. ربنا ينتقم منك يا زينب. كده خلاص محروس ده مش هنشوفه تاني. بس برضه يا مختار انت ما قررتوش على اللي قاله على مكاني. ممكن يكون شافك في اي حته يعني، ممكن يكون في مجله، في خبر على النت. تركزيش. او ممكن يكونوا بيراقبوني وعلى الاساس ده بيعرفوا انا فين. لا ما اظنش، بلاش الاوهام. اوهام يا مختار؟ انت مش شايف اللي بيحصل؟ ما شايف، وشايف انك يعني ده ليه. في واحد عايز يقابل حضرتك بره. اتفضل. مين؟ طارق شاهين جوزها وابو ابنها. دقيقة واحدة هخليك تاكل.